السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا الكرام، نواصل معكم شرح مقدمة أصول الفقه في من كتاب علم الورقات للشيخ مشهور حسن حفظه الله تعالى على كتاب التحقيقات على كتاب الورقات للإمام الجويني، كتاب الشيخ مشهور حسن التحقيقات وكتاب الجويني الورقات. ذكرنا فيما قبل عدة نقاط فيما يخص علم أصول الفقه، وذكرنا في الفيديو السابق في أيهما يقدم في تعلم الفقه أو الأصول، وكذلك حكم تعلم أصول الفقه. سوف نترك لكم الفيديو من فوق لمراجعة الدرس الماضي. ودرسنا في هذا اليوم وحلقتنا في هذا اليوم وهي ما هي علم أصول الفقه ودوره في حياة الإنسان العادي وحياة طالب العلم وحياة العالم. قال الشيخ مشهور حسن حفظه الله تعالى: احتاج الفقهاء والمجتهدون لهذا العلم. نقرأ هذه الجملة إجمالا ثم نفصلها تفصيلا. قال: ومن خلال النظر إلى قوانين وقواعد التي استخدمها السلف في الاستنباط، رأى المتأخرون عنهم جمع هذه القواعد وجعلها فنا قائما بذاته، أطلق عليه علم أصول الفقه. ويحصل على هذه القواعد إما من خلال التنصيص عليها، وإما من خلال الفحص والتتبع الدقيق والاستقراء التام لمفرداتها. معنى قول الشيخ مشهور: احتاج الفقهاء والمجتهدون لهذا العلم، لأن لماذا احتاج الفقهاء والمجتهدون لهذا العلم عند بداية تأليفهم لعلم أصول الفقه؟ لأنه بعدما انتهى عصر النبوة وعصر الخلافة والعصر الخلافة الراشدة، والزمن الذي كان فيه العلم نقيا صافيا مستنبطا من الوحيين، ولم يكن هناك أفكار ولم يكن هناك معتقدات فاسدة، لم يحتج العلماء في ذلك الوقت أن يميزوا بين الصحيح والفاسد، فكل شيء كان عندهم صحيحا ومستنبطا من الوحيين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدما زال ذلك الوقت وزالت القرون المفضلة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خير الناس قرني، بعد ذلك ظهرت الفرق وظهرت المعتقدات وظهرت الأحزاب وظهرت الطوائف وظهرت الأفكار المخالفة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ظهرت تلك الأفكار والعقائد والعلوم المنحرفة، اضطر علماء الذين أخلصوا دينهم لله تعالى والعلماء الربانيين أن يمحصوا وأن ينحازوا وأن يميلوا بالعلوم الصافية، ويأخذوا تلك العلوم التي كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يبقى هذا العلم صالحا ومصلحا ويبقى العلم الصافي، جعل العلماء في ذلك الوقت علوما مستنبطة من كتاب والسنة حتى يبقى هذا العلم صافيا، وحتى نبقى دائما متواصلين بالقرآن والسنة. فلهذا السبب احتاج الفقهاء والمجتهدون لهذا العلم حتى يميزوا في الدين بين الصحيح وبين الفاسد، وبين النقي وبين الشائب، وبين النقي في العلم وبين العلم وعلم الضلال. ومثله مثل علم أصول الفقه مثله مثل العلوم الأخرى كما سوف يأتي معنا، ضروري أن نعرف الصحيح منها والفاسد منها. ومن خلال النظر إلى القوانين والقواعد التي استخدمها السلف في الاستنباط، وهي الكتاب والسنة وعمل الصحابة. هذه القوانين والقواعد التي استخدمها العلماء في تأليف في علم أصول الفقه ولغة العرب كما ذكرنا سابقا. أيضا رأى المتأخرون عنهم جمع هذه القواعد وجعلها فنا قائما بذاته، أطلق عليه علم أصول الفقه. لما نظر العلماء المتأخرون كيف كان يفكر الصحابة المعلماء، أيضا حتى المتقدمون والمتأخرون فقط تابعين للمتقدمين، لما رأى العلماء أجمعون كلهم كيف كان الصحابة يفكرون، ولما ظهرت الفرق والطوائف والأحزاب
بدأ العلماء يميلون إلى تأليف علوم متفرقة، علوم صافية من بينها علوم أصول الفقه، ومن بينها علوم اللغة العربية، ومن بينها علوم العقيدة الصحيحة، ومن بينها علوم القواعد الفقه، ومن بينها الفقه الصحيح، ومن بينها علم الحديث ومصطلح كل علوم الحديث، وهي مصطلح الحديث والرجال والتصحيح والتضعيف والتصحيح والتخريج الحديث. هذه كلها علوم هذه كلها علوما جعلها العلماء كفن مستقل حتى يتميز بها الصحيح من الفاسد، وحتى نعرف بها ما هو الصحيح من الفاسد. من بين تلك العلوم علم أصول الفقه، جعله العلماء فنا قائما بذاته مستقلا، استنبطوه من عقول الصحابة ومن عقول السلف الصالح ومن أدلة الكتاب والسنة. ذلك العلم علم أصول الفقه إما جعلوه إما قواعد من خلال التنصيص عليها، أي العلماء ألفوا كتبا في تلك القواعد في تلك علم أصول الفقه وجعلوها قواعد، مثل ما نقول مثلا الأمر يفيد الوجوب، هذه قاعدة استنبطها العلماء من أدلة الكتاب والسنة. نقول مثلا في الاجتهاد لا اجتهاد مع النص، هذه أيضا قاعدة أصولية. نقول مثلا في القياس في الاستحسان، من استحسن فقد شرع، هذه مقولة الإمام الشافعي أيضا قاعدة أصولية. نقول مثلا في التقليد كل مقلد جاهل، هذه أيضا مقولة الإمام ابن عبد البر، هذه أيضا قاعدة أصولية. نقول مثلا في الواجب ما أمر به على وجه الإلزام، هذه قاعدة أصولية في تعريف الواجب. كان يوجد كثيرا من القواعد، هذه فقط أمثلة تبين لك طريقة التأليف في علم أصول الفقه، إما بجعل ذلك العلم عبارة عن علم مستقل وهو قواعد أصول الفقه، وإما من خلال البحث عن تلك القواعد، ومن خلال البحث في الأدلة والنصوص الكتاب والسنة، ومعرفة من ذلك طريقة الجمع بين نصوص الكتاب والسنة، ومن خلال التتبع والاستقراء التام لمفردات تلك أدلة الكتاب والسنة، كما قلنا من قبل الأدلة الإجمالية. فألف علماء الأصول الفقه في هذا العلم من جهة طريقتين، إما من جهة تقعيد ذلك العلم بقواعد وضوابط ومصطلحات معينة، وإما من خلال التأليف في علم أصول الفقه بطريقة التفكير وبطريقة محاولة الجمع بين الأدلة ومحاولة استخراج حكم شرعي من تلك الأدلة الإجمالية. وسموا ذلك التأليف بهذه الطريقة الثانية بعلم أصول الفقه، مثلا ينظرون في دليل من الكتاب ودليل من السنة، وهذه هي مسألة علم أصول الفقه، ثم يستخرج لنا الأصول قاعدة يؤصلها ويوضحها ويهيئها ويسهلها للفقيه. هذه الطريقة الثانية، إما قلنا من طريق التقعيد والتأصيل، وإما من طريق البحث والنقش والاستقراء والتتبع. ثم قال الشيخ المشهور حسن حفظه الله تعالى: فمعرفة هذه القواعد، أي قواعد أصول الفقه، هي التي تأمن من خلاله الأمة أن تبقى الأحكام الشرعية مضبوطة فيها. صحيح، لماذا قلنا سابقا لماذا ألفت الأحكام الشرعية قواعد الأحكام الشرعية، ولماذا لم يكن التأليف في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن ذلك الوقت كان وقتا صافيا، وكان العلم في ذلك الوقت علما صافيا وعلما نقيا، لا يحتاج العلماء فيه أن يؤلفوا، ولم يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالتأليف. فبعدما اختلطت المفاهيم وظهرت معتقدات جديدة في الدين، وابتعد الناس عن الدين الصحيح من الكتاب والسنة،
ألف العلماء تلك القواعد والمؤلفات وظهرت العلوم لكي تبقى تلك الأحكام الشرعية أي المستنبطة من الكتاب والسنة تبقى صافية وتبقى صحيحة، ويؤجر الإنسان ويعرف كيف الإنسان يعمل بتلك الأحكام الشرعية ويميز الخبيث منها من الفاسد. فالتجديد، قال الشيخ، فالتجديد المدعي في هذا العصر وهو الانسلاخ عن قواعد الكتاب والسنة وقواعد الاستنباط التي كان يقول بها الأقدمون، وهي القواعد الصحيحة وقواعد التصحيح والتضعيف، وعدم اعتبار الصحيحين مثلا ضلالة عظيمة. أي ادعاء التجديد في أي فن، والتجديد في أي عصر، والتجديد في أي مكان، بخلاف ما نبني على ذلك التجديد، نبني عليه قواعد الكتاب والسنة وقواعد السلف، فذلك التجديد لا يكون تجديدا صحيحا ولا ينفع الناس ولا ينفع البشرية، لأن أصوله فاسدة، وما بني على فاسد فهو فاسد بطبيعة الحال. زي مثل ما نرى الآن في هذا العصر، نرى كثير من الناس يدعي التقدم ويدعي ضرورة تجديد الفكر وتجديد العصر وتجديد الدين أيضا وتجديد الإنسان أيضا، اختراع إنسان آلي بدل الإنسان الصحيح، الإنسان الطبيعي، وتجديد الأكل وتجديد العلم وعدم الرجوع إلى العلم الصحيح وإلى الإسلام الصحيح. فهذا كله ضلالة، وهذا والابتعاد عن القواعد وعن الأسس، فهذا كله ضلالة وانحراف عن الطريق المستقيم الذي شرعه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. من بين ذلك تلك الأفكار وتلك الانحرافات وتلك المعتقدات وتلك المبادئ وتلك الأصول الضعيفة وتلك الأصول المنحرفة، وهو نكران وجود الصحيحين وعدم الاعتبار بالكتاب وعدم الاعتبار بالسنة النبوية، وفقط الاختصار على القرآن الكريم، وظنوا أن فقط العلم وظنوا الدين فقط نأتي به من كتاب الله تعالى، وهذا ضلال بعيد ما أريد، وهذا ضلال بعيد أريد به حدوث فتنة، وأريد به عزل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في أصله كلام ووحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أوتيت القرآن ومثله معه. فسنة النبي هي القرآن الكريم أيضا، الأحكام لا تأتي فقط من القرآن، وضروري أن نأتي الأحكام، أن نستنبط الأحكام من الكتاب ومن السنة. وأصحاب هذا القول يسمون أنفسهم بأصحاب الفكر المستنير، ويحكمون فيما يصدرون ويردون العقل على حسب ما يشتهون، ويريدون اتباعا لسنة أسلافهم الضلال المعتزلة، فهم أفراخهم، أي هؤلاء المفكرين والعلماء الضلال وعلماء الفتن وعلماء علماء الفساد الذين ينشرون الأفكار المنحرفة، يسمون أنفسهم بزعمهم بين قوسين الفكر المستمر، الفكر المضيء، الفكر المتقدم، الفكر المتحضر. فهؤلاء في معتقداتهم وفي وجدانهم أن فكرهم هذا هو الفكر الصحيح، وأن الفكر الكتاب والسنة هو فكر متخلف، فيريدون أن يجددوا كل شيء بناء على أفكارهم وليس بناء على فكر الكتاب والسنة. لا، عطلوا النصوص وعطلوا القواعد السلفي وعطلوا نصوص الوحيين بحجة أن العقل هو الذي يعلم الصالح من الفاسد، والعقل هو الذي يميز الخبيث من الخبيث من الطيب. فالعقل عندهم هو الذي نحكم به الأشياء وليس الدين. لهذا تجد دائما في وقتنا الحالي كثير من الناس والعلماء الضلال وعلماء الضلال يقولون أن الإنسان متدين متخلف، وأن الدين هو دين التخلف، وأن الدين هو دين رجعي، وخصوصا الدين الإسلامي، ولا يعلمون أن الإسلام دين علم ودين عبادة. لماذا جعلوا الدين تخلف ودين رجعي؟ لأنهم عندهم أن الدين محصور فقط بين جدران العبادات وبين جدران المعابد وبين جدران المساجد أو جدران الكنائس أو جدران معابد اليهود أو أي دين. فالحمد لله أن ديننا دين شامل وعام وكلي، يشمل العبادات ويشمل العادات
ودين تجد فيه كل ما تجده تريده في حياتك. في هذا السبب ظهرت هذه الفكرة، ظنوا أن الدين فقط محصور بين جدران المساجد، فجعلوه لذلك ظهرت فكرة التخلف الدين، من تمسك بالدين فهو متخلف، ولا يعلم أن الدين الإسلام هو دين لكل شيء. فلو درس فلو بين المسلمون حقيقة دينهم وحقيقة العلم الموجود في هذا الدين الحنيف وحقيقة الإعجاز في هذا الدين الحنيف، لا فتحوا قلوب الناس ولا فتحوا عقولهم. ولكن الله المستعان، الحمد لله أن هذا الدين ينتشر بحفظ الله تعالى له، وليس بفعل البشر المسلمين، فالمسلمون في مكان ودينهم في مكان، ونعود بالله من الخذلان. فقال الشيخ على حسب ما يشتهون ويريدون، أي هؤلاء الذين يقدمون العقل دائما متناقضون في أفكارهم، فقط حتى لو كان الشيء الذي استنبطوه مخالف للفطرة ومخالف للدين، والعقل هو الذي يحسنه والعقل هو الذي يصوبه، فذلك الشيء يكون عندهم حسن، لأن العبرة عندهم العقل وليس السنة وليس الدين وليس الكتاب، اتباعا لسنة أسلافهم الضلال المعتزلة، فهم أفراخهم. المعتزلة وهي فرقة من فرق الضلالة التي قدمت العقل على النقل ونفت بعض الصفات لله تعالى، لأنها تخالف العقل وتخالف المنطق عندهم وتخالف الفكرة. فقالوا أن الله تعالى أولوا بعض صفات الله تعالى ونفوا بعض الصفات، إما من جهة النفي وإما من جهة التأويل. مثلا تجدهم يؤولون قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أي استعلى، أي استولى وليس استعلى. ينفون بعض صفات الله تعالى كالعين ويؤولونها على غير حقيقتها، وينفون بعض الصفات ويثبتون فقط الصفات التي توافق عقولهم. سوف يأتي معنا إن شاء الله في كتب العقيدة أو حتى في هذا الكتاب إن شاء الله، إذا ذكر الشيخ مشهور حسن هذه الفرقة وفصل فيها سوف نذكر معتقداتها. ثم قال الشيخ وأيضا قبل نواصل الشرح، وأيضا ليس فقط المعتزلة الذين يقدمون العقل، وإنما كل الفرق والخوارج والطوائف الذين ظهرت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد فرقة الخوارج ظهرت أيضا في وقت النبي تقدم العقل، كما جاء أحدهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي اعدل فإنك لم تعدل، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال سوف يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقر صلاتكم عند صلاتهم وعبادتكم عند عبادتهم، فإذا رأيتموهم فاقتلوهم شر قتله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإنسان لم يرضى بحكم النبي ولم يرضى بدليل سنة النبي، وقدم عقله وقدم فكره. وكذلك الخوارج أيضا، وكذلك أيضا كثير من الفرق، مثلا القدرية، فرقة القدرية وفرقة الأشاعرة وفرقة الجبرية وفرقة والآن في وقتنا هذا تجد فرقة الجماعة الدعوة وفرقة وحزب الإخوان المسلمين، وإن كانوا كلهم مسلمين ولكن بدرجات معينة. فكل هذه الفرق التي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم سوف تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار، كل هذه الفرق وهذه الطوائف وهذه الأحزاب وهذه الأفكار وهذه المعتقدات الفاسدة، إما أن تكون داخلة في الإسلام وإما أن تكون خرجت من الإسلام على حسب قولها وعلى حسب معتقداتها. فكل في الأخير كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، يقدمون العقل ويردون النصوص. ثم قال الشيخ أيضا بعدما أن نواصل كلام، أيضا قال الشيخ ونرد عليهم بما قاله سعيد بن جبير، نواصل الكلام لأنه لا يوجد كثير من العبارات وكثير من الشرح حتى لو نطيل هذا الفيديو. قال سعيد بن جبير ما لم يعرف البدريون فليس من الدين، ما لم يعرف البدريون أي الذين شاركوا في غزوة بدر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما لم يكن في ذلك الوقت دين في وقت الصحابة
فليس اليوم ديم. ونحن لا نقول بتعطيل العقل أننا ننفيه تماما، وإنما لابد أن نحكم العقل وفق ضوابط الكتاب والسنة، فلا نحكم العقل مطلقا ولا نرد العقل ولا نرد ولا نتبع الدين ولا نتبع الدين كل ما جاء فيه مطلقا. وليس معناه لا نتبع الدين أي لا نتقيد بالدين، فعبارة قولي مطلقا هذه ليست على إطلاقها وإنما مقيدة. فتجد مثلا الآن بعض الناس الذين يحكمون العقل يردون نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة. أيضا تجد بعض المرأة مثلا إذا لم تكن محجبة تقول لها لماذا الحجاب، يقول لك الحجاب تخلف، وهذا هنا تقدم العقل وعلى النص، مدام معنى أن الحجاب فرض عين فهو عندهم تخلف لأنهم يقدمون العقل على النص. تجد الإنسان يشرب الخمر، لماذا يقول لك الخمر فيه مثلا أرباح تجارية وفيه مصالح وفيه بيع وشراء وفيه تحقيق أموال، هنا تقديم العقل أيضا على النقل. وإن تجد بعض الناس مثلا في كثير من المحرمات، لا ندخل في التفاصيل حتى لا أطيل الفيديو إخواني الكرام. ثم قال الشيخ مشهور: وأن العلم حاكم على العقل، فعلم الكتاب والسنة ضروري أن يكون هو الأصل وهو الغاية، فالشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي طرد الشاهد متى شاء. فهنا حكمة يأتي بها العلماء فقط من باب بيان أن الشرع هو الذي يكون حاكما والعقل هو الذي يكون تابعا، فما دام أن يوجد هنا حاكم ومحكوم فضروري أن الحاكم هو الذي يتصرف الأمور، فالشرع هو القاضي وهو الحاكم، ويجوز له أن يطرد الشاهد وهو العقل متى شاء، فضروري الإنسان أن يتبع الشرع ولا يتبع العقل. ثم قال هذه المقولة من مقولة ابن تيمية رحمه الله، قال ابن تيمية أيضا: والشرع ولى العقل ثم عزله. فقالهم شيخ الإسلام: وما أجمل قول قائل. أيضا عندنا مقولة: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا، فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. هذا بيت شعري في بيان تقديم النقل على العقل وضرورة اتباع النقل وعدم اعتماد على النقل 100%. ثم قال الشيخ: فإذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية، إذا تعاضد أي إذا اتحد وأي إذا اجتمع النقل والعقل على المسائل الشرعية، وإذا ظهر هناك دليل اختلف فيه بين النقل والعقل، فالشرط أن يقدم النقل فيكون متبوعا، والعقل هو الذي يكون تابعا، ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يصرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل. فنحن متبعون، نعم حقيقة نحن متبعون، ومنهم من يقول لك أنك أنت متبع، فلماذا فيجب عليك أن تتبع كل خطوات النبي صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف. نحن متبعون على قدر الاستطاعة وليس متبعون 100%، لأننا لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم نرى حياته كلها ولم نعيشها، فقد نقلت إلينا بسبب الكتب. وحتى الصحابة الذين كانوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه لم يعيشوا معه كل حياته، إلا بعض منهم، بعض الصحابة لم يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أياما قليلة. هل هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه كله من وقت بعثته إلى آخر موته؟ فهذا يستحيل أن نتبع كل شيء في النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وإنما الاتباع يكون على قدر الاستطاعة. وإنما المهم هنا بيان أن الإنسان يضع في عقله وفي ذهنه وفي وجدانه أنه يكون متبعا ولا يكون مقلدا ولا يتبع العقل. ثم قال الشيخ: وكما أن الاتباع يكون في مسائل الفروع أي في مسائل الفقه
وحياة النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام العملية وهي أحكام الفقه كما سوف يأتي شرحها، فإنه يكون من باب أولى وأجدى في قواعد الكلية، في أي قواعد أصول الفقه وفي قواعد في الأدلة الإجمالية وهي أدلة الكتاب والسنة. ذكر الشيخ مشور حسن هنا في عزوه لكلامه السابق وهو ضرورة اتباع النقل وعدم الاعتماد على النقل، ذكر ما ذكره الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، وقال الشاطبي في كتابه الموافقات في بيان وشرح هذه القاعدة وهي الاعتماد على النقل دون الرجوع واعتماد على النقل ودون تقديم العقل على النقل، قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: إذا تعارض النقل والعقل، أي إذا تعارض على المسائل الشرعية، فعلى هنا فقط يأتي بكلامه السابق ثم يقول نقله عن الإمام الشاطبي هذا الكلام، هو فقط هذا الكلام الموجود هنا من كلام الشيخ مشهور حسن، هذا الكلام كله هو هذا الكلام هنا فقط نقله من كلام الإمام الشاطبي. ثم قال الشاطبي في هذه المسألة، أي ندرس ما قاله الشاطبي وهو مفهوم قول الشيخ مشهور حسن حفظه الله، قال أنه لو جاز للعقل تخطي ما أخذ النقل، أي لو جاز للعقل أن يتجاوز ما قيده به النقل وما ضبطه به النقل لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة، أي لم تكن تلك الفوائد، أي لم تكن تلك الأصول التي في الكتاب والسنة أصول صحيحة، ولم تكن هناك حدود يجب التقيد بها، لأن العقل إذا صرح وترك تلك الأصول الصحيحة فإنه يقع في الخطأ والزلل ويقع في كثير من المشاكل، وهذا ما نراه في زماننا الحالي. ثم قال الشاطبي: لأن الفرض أنه حد له حدا، لأن الدين والنقل عنده حدود وعنده ضوابط لا يمكن اجتنابها، فإذا جاز تعدي، إذا قلنا أيضا إذا جوزنا تعدي تلك الحدود وتلك الضوابط للنقل صار الحد غير مفيد، أي صارت تلك الضوابط وصارت تلك الحدود فقط حدود غير معتبرة وغير مفيدة، فلا نحتاج إلى تشريع ولا نحتاج إلى كتاب ولا إلى سنة، فما دام أن الله تعالى خلقنا هو الذي يريد بنا الخير فيجب علينا أن نتقيد بتلك النصوص، وذلك في الشريعة باطل، أي إذا تجاوزنا تلك الحدود فذلك لا يكون صحيحا ويكون ذلك كله باطل، فما أدى إليه مثله، أي فما أدى إلى باطل فهو باطل. ننظر إلى كلام الشاطبي، كان طويل نقرأ كله وإن كان طيب فقط نقرأ القول الثاني حتى لا نطيل عليكم وحتى لا نتوسع في المسألة، وسوف يأتي كلامه عليها في مكانها إن شاء الله في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. ثم قال الشيخ مشهور الشيخ الإمام الشاطبي رحمه الله في بيان التقديم: ضرورة تقديم النقل على العقل. والثاني من الأمور ما تبين في علم الكلام والأصول من أن العقل لا يحسن ولا يقبح، هذه هي المسألة التي بنى المعتزلة عليها معتقداتهم وبين عليها حد الناس الحاليين أيضا في هذا الزمان، أن العقل هو الذي يحسن ويقبح الأشياء عندهم. ثم قال الشاطبي: أن العقل لا يحسن ولا يقبح لأنه مخلوق بشري، ومن طبيعة البشر السهو والنسيان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي كل بني آدم خطاء. ثم قال الشاطبي: ولو فرضناه متعديا لما حده الشرع، أي ولو فرضنا ذلك العقل صحيحا وكل استنباطاته صحيحة وكل استنباطاته ومفاهيمه صحيحة لما جعلنا الشرع نتقيد في استعمال العقل في حدود معينة، ولما حدد لنا الشرع استعمال تلك الحدود وعدم تجاوزها، فإذا تجاوزنا حدود الشرع وقعنا في الضلال ووقعنا في الانحراف. فقال الشاطبي: لكان محسنا ومقبحا، أي لو فرضنا تعدينا حدود العقل لأصبح العقل يفعل كل شيء، إما يفعل كل شيء عنده إما حسنا
وإما قبيح وهذا خلف، أي هذا كله باطل وهذا كله فاسد وهذا كله لا لم يشرعه الله تعالى. فهذا بمختصر قول الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات في ضرورة التقيد بالنقل وعدم تقديم العقل على النقل. ثم إن شاء الله في الفيديو القادم إخواننا الكرام، حتى لا نطيل عليكم هذا الفيديو، نذكر أيضا نواصل كلام في هذه القاعدة في ضرورة اتباع العقل للنقل وعدم تقديم النقل وعدم تقديم العقل على النقل، ونواصل إن شاء الله هذا الشرح بداية من هذه العبارة، وبداية من قول الشيخ مشهور حسن، وقد فصل وأصل هذه المسألة ودار حولها كثيرا إلى غير ذلك، لأنه فيها في هذه المسألة عندنا شرح وعندنا تفصيل فيها قليلا، وعندنا بعض المراجع كما يوجد هنا بعض المراجع نرجع إليها إن شاء الله حتى نفصل أيضا هذه المسألة. وسوف إن شاء الله نرجع إلى كلام الإمام الشاطبي بإذن الله تعالى في السابق في ضرورة تقديم النقل على العقل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم وأن يرزقنا العلم وأن يرزقنا الاتباع للابتداع وأن يرزقنا الاتباع للتقليد، ولا ونتعصب فقط للكتاب والسنة، مع أننا نحب إعمال العقل ونحب الاختراع ونحب التطور ونحب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة أيضا. فنسأل الله عز وجل القبول والإخلاص، وشكرا لكم إخواننا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.